صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم ثمانية عشر لسنة 2021 بتعيين وكيل ووكيلين مساعدين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني جاء فيه تعين السيدة آمنة أحمد راشد الرميحي وكيلا للوزارة للاقتصاد الوطني في وزارة المالية والاقتصاد الوطني كما يعين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني كل من السيده نور علي سلطان الخليف وكيلا مساعدا للشؤون الاقتصاديه السيد اسامه صالح هاشم العلوي وكيلا مساعدا للتنافسيه والمؤشرات الاقتصاديه